تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. نرحب فيكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل عندنا في الإعداد، فريق هيئة الصحة، ومعانا اليوم في التنسيق والمتابعة الأستاذة إسراء الهاشمي، ومخرجنا المبدع اليوم الأستاذ أيمن سرحيل، وفي التقديم معاكم محدثتكم دكتورة هند العوضي. مستمعين الأعزاء، تقدرون تتواصلون معنا من خلال البرنامج على الأرقام التالية 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. حلقتنا اليوم مثل ما عودناكم مستمعينا يوم الثلاثاء، هو اليوم اللي احنا مخصصين للحديث عن كوفيد-19 وكل ما يتعلق في كوفيد-19. اليوم راح نتحدث عن رحلة المصاب، إلى جانب نستكمل حديثنا عن الإجراءات الاحترازية في رمضان. لكن قبل ما ندخل في موضوع كوفيد، راح ناخذ خبرنا لليوم اللي هو يتحدث عن البدانة في سن الشباب قد تسبب مشاكل في الذاكرة. كشفت دراسة حديثة أن زيادة الوزن أو ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع مستويات الجلوكوز في العشرينات والثلاثينات من العمر يزيد احتمال الإصابة بمشاكل في الذاكرة والمشكلات الإدراكية في وقت لاحق. وقام الباحثون من الولايات المتحدة بتحليل البيانات الصحية الخاصة ب 15,000 شخص، ودرسوا تأثير عوامل الخطر القلبية الوعائية على القدرة الإدراكية في وقت لاحق من حياتهم. وجدوا أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم وارتفاع ضغط الدم ومستويات الجلوكوز في بداية مرحلة البلوغ يمكن أن يضاعف معدل التدهور المعرفي. وحذر الباحثون من الارتباط بين هذه المشكلات الصحية والمشكلات الإدراكية في أواخر العمر، حيث تشير النتائج إلى أن سن الرشد المبكر قد يكون وقت حرج للعلاقة بين هذه المشكلات الصحية والمهارات الإدراكية في أواخر العمر. هذا كان خبرنا لليوم، وننتقل إلى مثل ما تعودنا اسم الجناح بتعطينا آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسماء. السلام عليكم، صباحكم الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. شو عندك اليوم من أخبار حقنا أسماء؟ من ضمن الأخبار المهمة اللي كنا حاطينها اليوم أمس هي أن طيران الإمارات وصحت دبي تبدأان بتطبيق التحقق الرقمي الكامل من السجلات الطبية المتعلقة بكوفيد-19 للمسافرين المقيمين في الإمارات، حيث أصبح بإمكان العملاء الذين أجروا اختبار PCR في دبي والتطعيم في مرافق هيئة الصحة استكمال إجراءات السفر دون الحاجة إلى تقديم وثائق صحية ورقية. الخبر هو يعني أن الآن في ربط إلكتروني بين هيئة الصحة وبين طيران الإمارات. الأشخاص اللي مسافرين على طيران الإمارات ما بيحتاجون أنهم يطبعون ورقة نتيجة الفحص إذا بيصعدون على إمارات، ممكن وهم يسوون تسجيل الدخول أن البيانات كلها تكون موجودة ويتم ربطها إلكترونيا بين الهيئة وطيران الإمارات. هذا من ضمن التعاون مع طيران الإمارات، وهي كانت الأخبار الرئيسية اللي وايد كان عليها تفاعل يوم أمس. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن كنا نتكلم عنها هي عن الوجبات الخفيفة خلال شهر رمضان المبارك.
وكيف واحد ممكن ياكل الأغذية اللي يحبها. يعني مشكلة نحن وايد إيش نحبها تكون يعني يا عالية السعرات يعني الحرارية يا مسوية أزمة حتنا السمبوسة اسمه. لا أنا ما كنت ولا أحبه في رمضان. ما شاء الله عليك انزين. ولا أحبه. لكن كيف نحن ممكن يعني ما نحرم نفسنا في نفس الوقت ناكلها بطريقة يعني نقول صحية أكثر. يعني صح إن بعد إن هي يعني أحسن من لا شيء. فكان حاطين بعض النصائح كيف واحد ممكن يأكل وجباته اللي يحبها لكن بطريقة صحية أكثر. أيضا من ضمن الأشياء اللي وايد صنع عليها سفارات موضوع التطعيم. جميع مراكز هيئة الصحة تعمل بنظام المواعيد. فالأشخاص يدرون أنهم يدخلون التطبيق ويشوفون الأوقات اللي تناسبهم. كل يوم في مواعيد جديدة يتم إضافتها في التطبيق بشكل يومي أو ممكن يقول كل كم من ساعة يتم إضافة المزيد. والخدمة بعد تتوسع أكثر وأكثر والمواعيد دائما تكون موجودة. فنحن ننصح الجميع أن يرجعون يعني إذا ما حصلوا اليوم موعد يرجعون يكون اليوم الثاني. يعني أكيد 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 راح يحصلوا الموعد. فنحن ونأكد أنه يعني تطعيم مو عشان حماية الشخص نفسه أيضا حماية الناس اللي نحبهم وأيضا عشان الأشخاص اللي ما يقدرون يأخذون التطعيم. فكل واحد إذا أخذ التطعيم وكل واحد قادر يأخذ التطعيم خذ التطعيم هو يعني أنقذ نفسه أنقذ غيره ساهم أيضا أن نحن نطلع من هالبانديميك ونرجع لحياة الطبيعية قبل كورونا نتمنى إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب هاي الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي ونحن نشكر الجميع اللي يجون ويسوون تاغينج لما يجون يأخذون التطعيم وفي قناة التواصل الاجتماعي والكل يشكر في سهولة الإجراءات الموجودة وهذا شيء يسعدنا. ودائما إذا بتسيروا مراكزنا لا تنسون تسوون تاغ على DHA_دبي وشكرا لكم. شكرا أسمى الجناحي وعطتنا آخر ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي خبر طيران الإمارات. مستمعين الأعزاء عشان بس نوضح المعلومة هذه هذا الشيء فقط الربط بالرقمي الكامل هذا فقط خاص بطيران الإمارات ولا يشمل الجهات الأخرى أو الشركات الأخرى. هذا الشيء فقط خاص في طيران الإمارات الخبر يعني وهذا الشيء راح يسهل على العديد من الأشخاص. يمكن في بعض الأوقات الشخص ينسى أنه يطبع مثلا نتيجة اختباره أو ينسى أنه يحضر معه ورقة التطعيم هذه. فهذا الربط الرقمي وايد بيسهل على الشخص إجراءات السفر. وأيضا احنا دائما نشجع أن نكون حكومة بلا أوراق فهذا الشيء أيضا راح يشجع ويصب في هذه المبادرة. وأيضا أسمى تحدثت عن كوفيد-19 مواعيد الحصول على اللقاح وأشادت أن الناس وايد مستانسة من هذا الشيء. هذا الشيء لأن مستمعين الأعزاء هو نظام المواعيد. نظام المواعيد إذا الشخص التزم فيها الإجراء بيكون جدا سهل عليه. اللي يحضر في موعده ما راح يضطر انه ينتظر ساعات طويلة والاجراء يكون جدا سلس لان العيادة حاطة في بالها هذا العدد من الاشخاص وما راح يصير اي تداخل او تأخير في المواعيد. لذلك احنا دايما نصر وننوه ان نظام حصولك على لقاح كوفيد-19 فقط عن طريق المواعيد المسبقة عشان الإجراءات وتسهيل الإجراءات عليكم. صحة وسعادة. رجعنا لكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. مستمعين الأعزاء تقدرون تتواصلون معنا على الأرقام التالية 6005514114 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006.
مثل ما عودناكم يوم الثلاثاء هي حلقة مخصصة للحديث عن كوفيد-19 وكل ما يتعلق بهذا المرض. حديثنا بداية راح نتحدث عن أن خلال شهر رمضان يجب علينا أن إحنا نستمر في الالتزام بالإجراءات الاحترازية عشان إحنا نتفادى الإصابة بالفيروس وننقله للآخرين، وخصوصا الآخرين هذول يكونون بالعادة الأهل والأصدقاء والأقارب، وأيضا إحنا مستمعين الأعزاء مسؤولين عن باقي أفراد المجتمع ومسؤولين عن حماية مجتمعنا عشان إحنا كلنا نقدر نتجاوز هذه الجائحة. من ضمن بعض الإجراءات الاحترازية أنا حابة أركز اليوم على 3 نقاط رئيسية هي الأكثر في نظري اللي ممكن إحنا نحتاج نذكركم فيها في شهر رمضان. أول هذه النقاط الرئيسية هي المساجد، وشو هي الإجراءات اللي لازم أنتوا تحطون في بالكم أنكم لازم تلتزمون فيها في المساجد، وخصوصا وقت صلاة التراويح، لأن إحنا صلاة التراويح هي يعني الفترة الأطول اللي إحنا نقضيها في المساجد. إحنا نعرف أن في بداية هذا الشهر أصدرت العديد من القوانين من الجهات المعنية بخصوص الصلاة وصلاة التراويح. يعني الحمد لله إحنا كنا محظوظين أن هذه السنة سمح لبعض الفئات بالصلاة في المساجد، لكن بعد لازم نتذكر أن الجائحة ما زالت موجودة ومستمرة، لذلك يجب علينا أن إحنا نتعاون مع بعض عشان نكافح هذه الجائحة. بعض الأشياء اللي أنا حابة أنصح فيها المصلين في المساجد، بعض النقاط بشكل عام بذكرها. أولا، لا تروح المسجد إذا أنت كنت تعاني من أعراض تنفسية وكان عندك ارتفاع في درجة حرارة جسمك. إذا أنت كنت تحس نفسك مو بخير، أنا أفضل أنك أنت ما تروح المسجد وتعرض الآخرين للخطر. ثاني نقطة أنا حابة أقول لكبار السن أنهم يحتاطون زيادة أثناء ذهابهم للمساجد. ما أقول لهم لا تروحون، لكن أقول أن أنتوا إجراءاتكم شوية شددوا على نفسكم شوي أكثر عن الآخرين بحكم وضعكم الصحي، لأن احنا نعرف أن كبار السن يعتبرون من ضمن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات مرض كوفيد. أيضا مستمعينا ننصحكم أنكم أنتوا تأخذون أدواتكم الشخصية عند الذهاب للمسجد. شو أقصد أنا بالأدوات الشخصية؟ أنا أقصد سجادة صلاتك الخاصة، مصحفك الخاص، وأيضا تشيل معك الجل المعقم عشان إحنا نعرف أن لازم أنت تحافظ على نظافة إيدينك طوال الوقت أثناء تواجدك في المسجد. هذا غسل النظافة اليدين هذه إحدى النقاط الرئيسية في مثلثنا الذهبي، لأن في كل حلقة أذكركم فيها. النقطة الثانية في المثلث الذهبي، لازم أنت ما تنسى أنك تحافظ على تباعدك الجسدي طوال فترة تواجدك في المسجد، وحتى بعد لما أنت تدخل المسجد وتسلم على جيرانك وأهلك وأصدقائك، لا تنسى أن لازم يكون في تباعد جسدي بينك وبين الآخرين. وأيضا على طاري أن دخولك للمسجد، دائما إحنا نقول خلوا السلام يكون عن بعد، تجنبوا أنكم أنتوا تصافحون الآخرين باليد، تجنبوا أنكم تحتضنون بعض وتقبلون بعض قبل دخولكم للمسجد، وأيضا يوم خروجكم للمسجد. فإحنا نفضل أن إحنا عن ما نصافح الآخرين ونكتفي بالمصافحة عن بعد. أيضا نحاول أن إحنا ما نتجمع قدر المستطاع في المسجد، خصوصا عند المداخل والمخارج. الأشخاص يحبون أنهم يوقفون في تجمعات، وخصوصا بعد انتهاء صلاة التراويح إحنا نقول عشان إحنا نستمر في محافظتنا على أنفسنا والآخرين، نتجنب التجمع في المساجد.
المساجد، والنقطة الثالثة في مثلثنا الذهبي الكمامات. ننوه ونعيد ونزيد في موضوع الكمامات، ومو بس الكمام انت بس حاطنها كذي شكل، لازم انت تعرف الطريقة الصحيحة لارتدائك للكمام، لان ليومنا هذا احنا ما زلنا نلاحظ بعض التجاوزات من الاشخاص في ارتدائهم للكمام. للأسف لما يتحدث معاك ينزل كمامة على أساس أنك تسمعها بشكل أوضح. فكرة الكمام أنه تحافظ عليك أنت وعلى الآخر، فأنك أنت لما تنزل الكمام ترى أنت عرضت الشخص الآخر للخطر. لذلك حافظوا على ارتداء كماماتكم طوال فترة تواجدكم في المسجد، وحتى أثناء صلاة تأديتكم للصلاة بعد حافظوا على ارتدائكم للكمامات. وبعد بعض النقاط الأخرى لنعطيكم نصائح للمصلين في المساجد، جدا مهم أنكم أنتوا تتجنبون توزيع التبرعات الغذائية والعينية في هذا الوقت. إذا أنتوا كنتوا حابين، إحنا نعرف أن في هذا الشهر الفضيل العديد من الأشخاص يحبون يوزعون المنتجات الغذائية، يحبون يوزعون الهدايا العينية. إحنا نقول إذا أنتوا كنتوا حابين هذا الشيء، في جهات خصصتها الجهات المعنية عشان أنت تقوم بهذا التبرع اللي أنت تبي تتبرع فيه، عطى لهذه الجهات، وهذه الجهات سوف تحرص على توزيعها على الأشخاص اللي بالفعل يحتاجونها. في هذا الوقت الحالي تجنبوا القيام بأي عمليات تبرعات غذائية وعينية مباشرة، والجأوا لهذه الجهات عشان تقوم بالتبرع بالإنابة عنكم. وأيضا مستمعين الأعزاء، آخر نقطة أنا حابة أقولها من ناحية النصائح في المساجد، أن أثناء رجوعكم من المسجد تأكدوا أن أنتوا تقومون بغسل يدينكم، أنكم أنتوا تتخلصوا من الكمام بطريقة صحيحة. السجادة اللي أنت تاخذها معاك للمسجد خصصها فقط للمسجد، حطها في مكان معين. هذه خلاص سجادة المسجد، حطها في مكان معين ولا تدخلها للمنزل وتقوم باستعمالها أيضا في المنزل. هذه نصيحة إضافية لكم يا مصلين في المساجد. وطبعا يعني هذه كانت نصائحنا للمصلين في المساجد. مستمعين الأعزاء، نكمل حديثنا عن الإجراءات الاحترازية. لكن قبل ما نكمل حديثنا عن الإجراءات الاحترازية مستمعين الأعزاء، بنطلع لكم فاصل قصير وبنرجع لكم ونستكمل حديثنا عن الإجراءات. صحة وسعادة. رجعنا لكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. تقدرون مستمعين الأعزاء تتواصلون معنا على الأرقام التالية 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. وقبل ما نستكمل حديثنا عن الإجراءات الاحترازية في رمضان، نتحدث بداية عن رحلة المصاب بكوفيد 19. هذه الخدمة يقدمها مركز إدارة حالات كوفيد، ويسعدنا أن نستضيف معنا اليوم عبر الهاتف الدكتور عمر مراد من مركز إدارة حالات كوفيد 19. صباح الخير دكتور عمر. صباح النور والسرور، يا مرحبا فيكم، أهلا وسهلا. دكتور عمر، لو شوي تحدثنا عن رحلة المصاب بكوفيد 19. طبعا بالنسبة لرحلة المصاب، أولا عند الاتصال بالمريض، أول ما تدخل النتيجة عندنا في النظام يتم التواصل مع المريض. عند التواصل مع المريض يطلب منه تأكيد نتيجة المسحة الخاصة فيه، يتم من خلالها إجراء استفسارات عامة بالنسبة للأعراض الحالية للمريض، المشاكل الصحية،
وقدرة المريض على العزل في المنزل أم لا، وكذلك إذا كان يحتاج إلى عناية صحية عاجلة فيتم من خلاله حجز موعد له في مراكز التقييم. وبالتالي نقدم الرعاية الصحية للمريض، سواء كان محتاج إلى رعاية صحية عاجلة بحجز الموعد، أو أيضا يتم إرشاد المريض من خلال التطبيق أو من خلال الكول سنتر مركز الاتصال 800-342 بحد موعد طبيب لكل مواطن، اللي هي خدمة التليميديسن في حالة وجود الأعراض البسيطة طبعا. أما في حالة العناية الطبية العاجلة نوجه المريض سواء بالتوجه لمركز التقييم أو نحن نحجز له موعد دايركت وتوفير سيارة خاصة له، وبالتالي نقله إلى مراكز التقييم وتقييم حالته في المركز. طيب دكتور عمر، شو هي المعايير اللي احنا نقدر نقول للشخص هذا نودي عزل مؤسسي او عزل منزلي؟ بشكل عام كيف تقدرون هذا الشيء؟ طبعا بالنسبه لل في بدايه الامر يكون في هناك بالنسبه للعزل المنزلي او العزل المؤسسي، في حال توفر ان المريض كان عنده غرفه خاصه فيه يقدر يعزل عمره فيه، وتوفر دوره المياه الخاصه فيه داخل المنزل، فهذا أهم شرطين، إن المريض يقدر يعزل نفسه في غرفة خاصة مستقلة بحيث لا يتم الاختلاط مع أعضاء أفراد المنزل. ففي هذه الحالة يعني ينطبق على المريض أنه يكون من الناس المؤهلين للعزل المنزلي. أما في حالة عدم وجود مثلا في بعض العوائل، إذا كان الإخوان في غرفة مشتركة فكان عدم قدرته على عزل نفسه في المنزل، فيتم التواصل معنا، وايضا من خلال التواصل مع المريض يتم سؤال هذا السؤال، وفي حاله عدم قدرته على عزل نفسه بشكل مستقل في الغرفه يتم نقله في العزل المؤسسي الخاص في مباني العزل الخاصه بمركز اداره الحالات. طيب دكتور، انت حدثنا عن بدايه الرحله، ماذا عن اثناء إصابته بكوفيد؟ شو هو الإجراء اللي يقوم فيه مركزكم في هذه الحال؟ هل أنتم تقومون بالتأكد من أن الشخص يعني متابع أو ملتزم؟ هل من أشياء معينة تقومون بها؟ طبعا حبيت أنوه أن في البداية مجرد ما أن المريض يحصل على نتيجة الفحص وبعدها يتم إدخال النتيجة عندنا في النظام، يتلقى المريض رسالة نصية. الرسالة النصية هذه اللي هي خاصة بالمريض، يقوم ب يعني سيلف أسسمنت، ما تقييم ذاتي المريض في مجموعة أسئلة، المريض يقوم المصاب يقوم بالإجابة على هذه الأسئلة، وبالتالي تصنف الحالة حسب حاجة المصاب، وبالتالي يتم تقسيم الحالات عندنا في النظام على حسب الأولوية وعلى حسب الحاجة، وسواء كان الموعد لمركز التقييم أو تحويل العزل المؤسسي أو اختيار العزل المنزلي، وبالتالي تنزيل التطبيق ومتابعة المريض عن طريق تطبيق الكوفيد دي اكس بي، وبالتالي يتم التواصل مع المريض خلال 24 ساعة الأولى. وفي حالة عدم انتباه المصاب إلى وصول الرسالة النصية، أيضا الفريق الخاص بمركز إدارة الحالات أيضا يتم التواصل مع المصاب والاطمئنان عليه. طبعا في بعض الأحيان ممكن المصاب ما ينتبه على الرسالة النصية فما يكون بمرحلة التقييم الذاتي، أو مثلا أحيانا أيضا نحن نتواصل مع المريض ممكن يعني ما يرد على اتصالنا، فنحن دائما نعاود الاتصال ونتواصل مع المريض خلال 24 ساعة الأولى إن شاء الله. شو هي أهمية الإجابة على الأسئلة اللي أنت ذكرتها أن توصلهم عن طريق الرسائل النصية دكتور؟ طبعا أهمية الاستجابة لهذا الاستبيان اللي هو التقييم الذاتي فرض الحالات والتسريع من اتخاذ أفضل إجراء للمصاب في أقل فترة زمنية ممكنة، وتحديد أيضا أولوية الاستجابة، مثلا الاستجابة ببعض الفئات العمرية الأمراض المزمنة يكون لها أولوية في الاستجابة، أن الاستجابة تكون فورية. صحيح. طيب دكتور، تحدثنا عن أهمية مركز الاتصال الخاص بإدارة حالات كوفيد 19. طبعا أهمية مركز الاتصال الخاص فينا في مركز إدارة الحالات، في طبعا عندنا متواجد في مركز إدارة الحالات كول سنتر خاص يتم تحويل المكالمات جميعا على الكول سنتر المختص بمركز إدارة الحالات.
طبعا مركز الاتصال الرئيسي للهيئة فيه هناك قسم خاص متوازي يعمل مع الكول سنتر، لكن هذا الكول سنتر مركز الاتصال هو مختص بحالات الكوفيد 19. طبعا تم تخصيص ذلك لأن إيمان المؤسسة عندنا بضرورة وجود فريق مستقل مختص يرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالكوفيد 19 باعتبارها أولوية في ظل الظروف الحالية. صحيح. ونحرص دائما على الوصول لجميع الاستفسارات وتوفير إجابة وافية في أقل فترة زمنية ممكنة. طبعا دائما هيئة الصحة تقوم ب يعني الانتباه لاحتياجات الأشخاص وتبني خدماتها بناء على ذلك، فكان تخصيص مركز اتصال خاص بحالات كوفيد مثل ما قلت دكتور هي في قائمة الأولويات، والحاجة تقول إن الأشخاص يحتاجون مركز اتصال خاص فيهم. دكتور عمر مراد، هل في من نصائح أخيرة حاب توجهها للمستمعين قبل ما نختم فقرتنا معك؟ طبعا أوجه دائما المصابين في حالة وجود أي استفسار من قبلهم عليهم دائما يتواصلون مع قنوات الاتصال، سواء الاتصال على رقم 800-342 الخاص بالكول سنتر، أو أيضا التوجه لمنصات التواصل الاجتماعي في أي فترة أيضا في استفسارات، أو التواصل عن طريق التطبيق. ففي حالة وجود أي استفسار نحن دائما ننوه على الجمهور أن في حالة وجود أي استفسار سواء للشخص المصاب أو أيضا للشخص اللي عنده استفسار متعلق بهذا الموضوع، سواء حالات المخالطة، التوجه هو حصول على الإجابة الوافية صحيحة من مركز الاتصال ومن خدمة العملاء الموجودة عندنا لتوفير الإجابة الواضحة، حيث أن المريض يكون عند المصاب يكون عنده إجابة واضحة وإجراء الإجراء المناسب الذي يجب عليه اتباعه. فدائما نوع الجمهور الكريم في وجه حالة وجود أي استفسار التواصل مع الجهات التواصل أو القنوات الرسمية المتعلقة بهذه الصحة تبين. دكتور عمر مراد، شكرا على وقتك الثمين ومعلوماتك القيمة، شكرا، يعطيك ألف عافية. شكرا لكم وشكرا على السماح لنا في أن دائما نوع الجمهور الكريم في هذا البرنامج بأي شيء متعلق بمحتجزات كوفيد 19. شكرا لكم. شكرا. كان معانا الدكتور عمر مراد في من مركز إدارة حالات كوفيد 19، وتحدث عن رحلة المصاب وشو هي الإجراءات اللي بداية تحدث أثناء اكتشاف الشخص لإصابته بحالة كوفيد. الدكتور نوه أن ضرورة أن الشخص يلتزم بالرد على الرسائل النصية اللي توصل له، لأن سرعة رده على هذه الرسائل يقدرون هم عقب يتخذون الإجراء المناسب لحالته، وأيضا يعني يقدرون يعرفون بالضبط وضعه الصحي وهل هو يحتاج لتدخل طبي، هل هو يعني يقدر يكمل عزله في المنزل أو يحتاج أنه يروح لمركز طبي. لذلك نوه الدكتور ضرورة الاستجابة السريعة للرسائل النصية اللي تصلهم فور اكتشاف إصابتهم بكوفيد 19. أيضا مستمعين الأعزاء، أنا حابة أضيف على الكلام اللي قاله دكتور عمر من ناحية النصايح، جدا مهم التزام المصاب بكوفيد 19 بفترة العزل المنزلي المقدرة له، لأن بالتزامه بهذه المدة الزمنية هو بهاي الطريقة يقلل من عدد الأشخاص اللي تعرضوا للعدوى منه. لذلك جدا مهم أنه يلتزم بالعزل المنزلي سواء كان منزلي سواء كان مؤسسي، جدا مهم أنه يعزل نفسه عن الباقين حتى تنتهي المدة الزمنية. المدة الزمنية هي قدرناها ب 10 أيام، ولكن في بعض الحالات من الممكن أن هاي المدة شوية تزيد إذا كان الشخص ما زال يعاني من أعراض أو ما زالت هناك عنده حمى، لكن في أغلب الحالات العزل المؤسسي تقدر بمدة 10 أيام. لذلك جدا مهم أنه يلتزم بهذه المدة الزمنية عشان نكسر سلسلة انتقال العدوى للآخرين.
ومن حالات كوفيد 19 نرجع لحديثنا قبل الفاصل عن الإجراءات الاحترازية في رمضان. وأنا قلت أني راح أركز اليوم على ثلاثة نقاط جوهرية. تحدثنا عن المساجد، نقطتنا الثانية راح نتحدث عن النوادي الرياضية. مستمعين الأعزاء، احنا نعرف أن الرياضة جزء لا يجب أن يكون جزء لا يتجزأ من حياتنا الصحية، وأيضا عشان احنا نتبنى أنماط حياة صحية لازم احنا ندخل الرياضة في حياتنا. تحدثنا بالأمس عن الأوقات المناسبة للرياضة في فئات معينة تقدر تمارس رياضتها قبل الإفطار، في فئات معينة بحكم وضعها الصحي ننصحهم أنهم يقوموا بممارسة الرياضة بعد الإفطار بساعتين على الأقل. لكن حديثنا اليوم راح يتحدث عن أنت إذا كنت تبي تمارس الرياضة في الصالات الرياضية والأندية الرياضية، شو هي النصايح اللي أنت لازم تحطها في بالك عشان تحافظ على نفسك والآخرين. أولا، نصيحتي الأولى دائما وأبدا أقول إذا أنت تعاني من أعراض مرضية أو حمى، أنا أفضل أنك أنت ما تروح للنادي وما تختلط بالآخرين، مش لأن أنت في كوفيد، لكن سبحان الله عشان نتأكد أن أنت يمكن فيك أو يمكن ما فيك. لذلك إذا كانت عندك أي أعراض إحنا نفضل أنك أنت تأجل روحتك للنادي لين ما تتحسن حالتك الصحية. أيضا أثناء تواجدك في النادي جدا مهم أنك أنت تحضر أدواتك الشخصية. أدواتك الشخصية هي فوطتك الخاصة، عبوة الماي الخاصة، ما تشاركها مع الآخرين، هاي الأشياء خاصة فيك، تأخذها معك للنادي وتستعملها هناك، ولما ترجع للبيت تأكد أنك أنت تقوم بتعقيم هذه الأدوات الشخصية فور عودتك للمنزل. إلى جانب ذلك ما ننسى أن إحنا نحافظ على مسافة كافية بيننا وبين الآخرين طوال فترة تواجدنا في النادي، وحتى إن كان عندنا مدرب شخصي نطلب من هذا المدرب أنه يحافظ على مسافة كافية بيني وبينه، وأيضا أطلب منه أنه يحافظ على ارتداءه للكمام طوال فترة تدريبه لي، لأن إحنا نعرف أن ارتداء الكمامات أثناء ممارسة التمارين الشاقة تعتبر جدا صعبة، لذلك احنا نقدر نعوض هذا الشيء بحفاظنا على تباعد جسدي بيننا وبين الآخرين. وأيضا النقطة الثالثة في مثلثنا الذهبي يجب ان احنا نحافظ على نظافة ايدينا طوال الوقت، نعقمها باستمرار، وأيضا ما ننسى ان احنا نعقم الأجهزة اللي احنا نقوم باستعمالها. قبل ما نقوم باستعمال جهاز معين يجب علينا أن نقوم بتعقيم هذا الجهاز زيادة في الاحتياط وزيادة في إجراءاتنا الاحترازية. وبعد في نصيحة أنا دائما أحب أنوهها لكم مستمعينا، دائما كونوا على دراية بكل التحديثات والإجراءات، اسألوا النادي شو عندهم من قوانين في مكانهم هذا، هل هم يقومون بالالتزام بهذه الإجراءات. إذا أنت شفت أي ملاحظة في المكان بعد الواحد يبادر ويقوم بإبلاغهم أنه والله أنا لاحظت وجود بعض التجاوزات في بعض الإجراءات الاحترازية، يذكر صاحب المكان بضرورة التزامه بهذه الإجراءات. هذه كانت بعض النصائح اللي أنا حابة أقولها لكم مستمعينا عن تواجدكم في الصالات الرياضية. ومن الصالات الرياضية ننتقل إلى آخر نقطة اليوم راح نتحدث عنها، عن إجراءاتنا الاحترازية، الإجراءات الاحترازية أثناء ذهابنا للتجمعات العائلية. احنا نعرف ان في هذا الشهر الفضيل احنا نحب ان احنا نقوم بزيارة الأهل والأقارب، التجمعات الرمضانية هذه لا غنى لنا عنها. هذه السنة كانت مختلفة عن العام، الحمد لله، يعني كان في بعض
التجاوزات ومش التجاوزات، بعض الإجراءات المخففة في هذا الشهر. احنا نقدر هذا الشهر ان نقوم بزيارة اقاربنا من الدرجة الاولى، لكن في بعض النصائح انا حابة اقول لكم اياها اثناء ذهابكم لهذه التجمعات. اولا اتاكدوا ان انتم ملتزمين بالعدد المسموح لكم في هذه التجمعات وما تتجاوزون العدد المسموح لكم، وايضا حاولوا تقتصرون زياراتكم هذه على الاقارب من الدرجه الاولى. اذا كان في شخص كبير في العائله انتم حابين تزورونه، يعني انا دائما اقول سووا جدول فيما بينكم عشان احنا ما نروح للمكان كلنا مره واحده ويصير المكان زحمة ونعرض كبير السن هذا للخطر. فإحنا نحاول نسوي جدول فيما بيننا عشان نقوم بزيارة هؤلاء كبار السن، لأن يعني بحكم وضعهم وحالتهم إحنا لازم نحطاط في حمايتنا لهم. أيضا تباعدنا الجسدي حتى أثناء تواجدنا في هذه التجمعات جدا مهم. نحاول أن احنا نلبس كماماتنا أثناء وجودنا في هذه التجمعات، وما ننسى أن احنا نغسل إيدينا باستمرار لمدة 20 ثانية أو نعقمها، وخصوصا إذا قمنا بلمس بعض الأسطح. بعد لما نوصل لهذه التجمعات جدا مهم أن احنا نكتفي بالسلام عن بعد، ما نقوم بالمصافحة مباشرة باحتضان أصدقائنا وأحبائنا، نقوم فقط بالسلام عن بعد فيما بيننا. أيضا جدا مهم أن إحنا إذا كانت عندنا أي أعراض إحنا نعتذر عن ذهابنا لهذه التجمعات، نحافظ على عشان إحنا نحافظ على أنفسنا وعلى الآخرين، نعتذر عن ذهابنا لهذه التجمعات إذا كانت عندنا بعض الأعراض. وأيضا إذا إحنا يعني شكينا إن إحنا أو اتأكدنا إن إحنا كنا مخالطين لحالات كوفيد-19، إحنا ضروري جدا إن إحنا نلتزم بالحجر المنزلي ونلتزم بالعشرة أيام هذه حتى تنقضي، عشان بعد نحمي أنفسنا والآخرين ونكسر سلسلة نقل العدوى. جدا مهم أن احنا فقط مش مسؤولين عن أنفسنا، احنا مسؤولين عن جميع أصدقائنا وأحبائنا وأهالينا، وأيضا احنا مسؤولين عن المجتمع بشكل عام. آخر نقطة أنا حابة أقولها هي عن لقاح كوفيد-19. في نهاية المطاف بعد ما احنا نوصل للنسبة اللي احنا مستهدفينها من المناعة المجتمعية، احنا نعرف ان سوف تكون هناك فئة ما راح تقدر تحصل على هذا اللقاح بحكم وضعها الصحي. بتكون هناك فئة ما بتقدر تاخذ اللقاح لأن هذه الفئة غير مسموح لها أنها تحصل على اللقاح بحكم ظروفها الصحية. لذلك يجب إحنا طريقتنا في حماية هؤلاء الأشخاص أن إحنا نبادر بأخذ هذا اللقاح. اللي ما أخذ موعد للقاح يبادر بأخذ موعد، لأن اللقاح هي إحدى الطرق اللي سوف تجعلنا نتجاوز هذه الجائحة ونتجاوز هذه الجائحة ونرجع لحياتنا الطبيعية اللي كانت قبل كوفيد-19. وهاي كانت حلقتنا لليوم مستمعين الأعزاء، كنا مخصصينها لكوفيد. إذا أنتم كنتوا حابين مواضيع معينة احنا نتحدث فيها عن كوفيد، في عندكم أي استفسارات أي أسئلة، ما زال الموضوع يعني في يعني إذا عندكم أي استفسارات أي أسئلة، احنا كل ثلاثة مخصصينها للحديث عن كوفيد ونجاوب على كافة استفساراتكم وأسئلتكم الخاصة سواء كان عن كوفيد أو عن لقاح كوفيد-19. أتمنى أن قدرنا نفيدكم ولو بالقليل. شكرا لحسن استماعكم لنا، كل الشكر لفريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، كل الشكر لإذاعة نور دبي، كل الشكر للأستاذة إسراء الهاشمي لتنسيقها ومتابعتها، طبعا الشكر الأكبر لمخرجنا المبدع أيمن سرحيل. كانت معاكم محدثتكم الدكتورة هند العوضي، دمتم بصحة وسعادة، مع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.